يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. خلوني ابتدي معاكم البرنامج النهاردة بمشكلة ارتفاع أسعار الدواجن. والحقيقة إن كلنا متابعين المشكلة دي وكلنا متأثرين بيها وكلنا حاسين بيها وبنتكلم عنها طول الوقت. خلينا كمان نكون عارفين أسباب المشكلة أصلا من الأول وليه ارتفع أسعار الدواجن. احنا بنتكلم إنه في أصلا في أزمة اقتصادية عالمية بتتأثر بيها كل الدول، ومصر بتتأثر بيها بشكل يعني زي كل الدول اللي يعني بتتأثر بهذه الأزمة. بيجي ده في إيه؟ بيجي في ارتفاع أسعار. خلينا نتكلم على موضوع الدواجن على وجه التحديد والأزمة اللي كانت حاصلة وما زالت طبعا في مسألة ارتفاع فاتورة الاستيراد وتأثيرها على زيادة أسعار الأعلاف، وكمان الأزمة اللي كانت حاصلة في سلاسل الإمداد في العالم كله وبالتالي في مصر. علشان كده كل هذه الأسباب لما اتجمعت فتؤدي في الآخر لزيادة تكلفة تربية وبيع الدواجن. لكن خلينا نشوف على الناحية التانية احنا عايزين ايه من الدولة لاستيعاب الأزمة دي وللتعامل معاها. بنتكلم انه شفنا قرارات الفترة اللي فاتت، قرار بإعفاء منشآت الدواجن من الضريبة العقارية، شفنا كمان وزارة الزراعة اللي أعلنت عن طرح 1000 طن فراخ بتخفيض 20%. ايه اثر ده على السوق؟ هنبتدي نحس امتى بهذا التغيير في الاسعار؟ زي ما احنا لامسين ارتفاع الاسعار، هل هذه الاجراءات هتاخدنا لانخفاض في الاسعار وامتى نبتدي نحس ده؟ هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل دلوقتي. معانا على التليفون دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وعايز اعرف طرح ال 1000 طن ده هيؤثر ازاي على الاسواق؟ ازاي هيتم تدبير اصلا هذا الرقم وامتى موعد طرحه؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. وطبعا الله يسلمك، احنا طبعا بنتكلم على جهود الدوله في مجال تقليل او طرح اسعار مناسبه للجمهور. احنا بنستغل المشروعات الكبيره اللي كان بيتم تنفيذها في الفتره السابقه واللي ساهمت بشكل كبير ان احنا نحقق اتاحه لكل المنتجات الغذائيه اللي ممكن يحتاجها المواطن المصري. وبالتالي احنا عندنا مجموعه من المنافذ والشوادر اللي تم فتحها وبيتم فتحها بشكل مستمر علشان نقدم او نعمل عمليه ربط مباشر ما بين المنتج والمستهلك. واحنا اطلقنا مبادره اسمها مبادره خير مزارعنا لاهالينا لتنفيذ هذا الغرض علشان يبقى فيه طرح للمنتجات اللي بيقدمها المنتج المصري امام المواطن المصري ونقلل من الحلقات الوسيطه، وبالتالي يحدث الحلقات الوسيطه هنا يا دكتور هي اللي بتزود السعر. يعني المفروض بتكون الدوله بتعلن عن سعر ما لكن ما بيوصلش ده للمستهلك، المستهلك بيلاقي زياده عن هذه الاسعار لما بيشتريها. علشان كده فكره المنافذ والشوادر والمبادرات اللي بتم اطلاقها من الدوله المصريه بتقوم بهذا الغرض، لان احنا لما يكون قدام المواطن المصري بديل مناسب بيقدم له جوده عاليه وبيقدم له سعر مناسب، فبالتالي اي حد بيفكر ان هو يعمل ارتفاعات غير مبرره في الاسعار اكيد هيضطر ينزل هذه الارتفاعات الغير مبرره عشان يحدث استقرار واتزان في السوق. طبعا هذه الشوادر وهذه المنافذ بتبيع تقريبا كل احتياجات المواطن المصري، بتوصل فيها نسب التخفيضات في بعض الاحيان لاكثر من 20%. ويمكن كمان يعني اتحاد منتجي الدواجن عمل مبادره بالتعاون مع وزاره التموين وطبعا بتوجيهات من الوزاره ان هم يقدموا منتجات الانتاج الدواجني ليهم باسعار مناسبه علشان تطرح ضمن المنتجات اللي بيتم طرحها في المنافذ او الشوادر اللي بيتم بيعها خلال فتره رمضان. اكيد ده كله هيكون له انعكاس ايجابي على السوق، واحنا كمان مستمرين في ان احنا بنفتح مجموعات كبيره من المنافذ، بنفتح وبنشارك في كل منافذ اهل رمضان وفي كل الاماكن. خلينا نتوقف مع حضرتك عند النقطه دي يا دكتور، لان دي نقطه غايه في الاهميه الحقيقه. احنا واحنا داخلين على شهر رمضان رغم ان احنا طول الوقت بنتكلم عن الازمه الاقتصاديه وتبعاتها علينا جميعا كافراد، الا انه عندنا سلوك استهلاكي كبير جدا جدا في رمضان. اذا شوادر اهلا رمضان وهذه المجمعات الاستهلاكيه هيكون عليها اقبال مختلف عن السنين اللي فاتت، ويمكن اسر ما كانتش بتكون موجوده هتكون موجوده. ازاي بتستعدوا لده؟ هل بزياده الشوادر دي او بزياده المعارض دي في كافه المحافظات، ام انه كمان احنا عايزين نتكلم عن جوده وتنافسيه في الاسعار وفي الجوده وفي التوافر؟ يعني خليني اقول لحضرتك مثلا احنا لما بنتكلم على المنافذ والشوادر هنلاقي ان مجموعات كبيره من المنافذ بيتم فتحها. توجيه كان دوله رئيس مجلس الوزراء ان احنا يتم فتح هذه المنافذ وهذه الشوادر المخصصه لبيع منتجات شهر رمضان بدايه من شهر يناير، وده بالفعل حصل ومستمريه حتى يحدث استقرار في الاسعار، وان شاء الله احنا مستمرين في فتح هذه المنافذ. مش بس وزاره الزراعه انا بتكلم على كل منافذ الدوله المصريه. يعني عندنا مثلا في وزاره الزراعه 243 منفذ ثابت و30 منفذ متنقل، هنلاقي برضو الاف المنافذ والاماكن البيع ونقاط البيع
اللي موجوده سواء في منافذ وزاره التموين، منافذ جمعيتي التابعه لوزاره التموين، منافذ تحيا مصر، منافذ امان، منافذ وطنيه، مبادره كل اللي موجوده عشان تخدم المواطن المصري في كل التجمعات، مبادره كلنا واحد، منافذ اهل رمضان او شوادر اهل رمضان اللي بتغطي كل انحاء الجمهوريه تقريبا. كل ده هدفه ان احنا يبقى في تنوع وفي اتاحه مستمره قدام المواطن المصري. صحيح. وبالتالي ده يقود الاسعار او يقود السوق الى مزيد من الاستقرار والاتاحه امام المواطن المصري، وبالتالي ده ينعكس بشكل ايجابي على السوق. وطبعا احنا داخلين على موسم كريم وبيزيد فيه بشكل او باخر الطلب، فوجود هذه المنافذ ده او هذه الشوادر او هذه النقاط البيعيه يحقق هذا الغرض وبيخدم المواطن المصري انه يلاقي احتياجاته باسعار مناسبه ونفضل دايما مطمئنين او يكون دايما في قدره على السيطره على الاسعار، الى جانب ان الدوله كمان اخذت اجراءات لعمليه المتابعه وعمليه الرقابه على موضوع الاسعار باكثر من شكل وباكثر من طريقه، وكل الجهات المعنيه بالدوله المصريه بتقوم بدورها من اجل توفير المنتج بسعر مناسب للمواطن المصري. طيب يا دكتور محمد، احنا الطرح الجديد ال 1000 طن ازاي الناس هتحس بالفرق؟ يعني ده هل هينعكس على اسعار، وامتى الناس تبتدي تحس بهذه الانعكاسات على ارض الواقع في اسعار الدوائر؟ يعني بالمناسبه هو احنا عندنا كنا دايما كل ما بيحدث او كل ما بنشهد وجود ازمه او مغالاه غير مبرره في الاسعار بيتم طرح كميات. يعني كان في فتره من الفترات لقينا ارتفاع غير مبرر في اسعار بيض المائده، تم طرح كميات اضافيه منه من خلال منتجي الدواجن للمنافذ التابعه للدوله المصريه. دلوقتي اتحاد منتجي الدواجن هو عنده مجموعه المجازر ومجموعه المنشات التابعه ليه بيبيع فيها المنتجات، ويمكن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن صرح اكثر من مره ان هم هيقوموا بتوريد هذه الكميات الى وزاره التموين بتخفيضات قد تصل الى 20%، فاكيد ده كمان يبقى له انعكاس ايجابي ان يبقى في فرصه للمواطن ان يلاقي احتياجاته باسعار مناسبه في السوق. ده هينعكس ازاي؟ هينعكس ان هيبقى في اتجاه اجباري او اتجاه ملزم لكل الراغبين في البيع وكل التجار اللي بيبيعوا ان هم كمان هيلتزموا بسعر معين علشان خاطر ده يقدروا ينافسوا ويقدروا يكون ليهم قدره على المنافسه في السوق، خصوصا مع تعدد نقاط البيع اللي موجوده ومع الكميات المتاحه اللي هتكون موجوده ان شاء الله بكميات كبيره، فاكيد ده هينعكس بشكل كبير على السوق. ان شاء الله يعني مع جهود الدوله ومع تضافر الجهود وكل الاطراف الحقيقه بتشتغل باخلاص وبعمل دؤوب من اجل ان يحدث او من اجل خدمه المواطن المصري. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. كنا بنتكلم دلوقتي من شويه على مساله اسعار الدواجن والازمه اللي كانت حاصله فيها والطرح الخاص بوزاره الزراعه مع دكتور محمد القرش، وكنا بنتكلم كمان عن معارض اهلا رمضان اللي بالفعل اشتغلت من اول يناير واستقبلت الناس ويعني شغاله في كل محافظات الجمهوريه علشان يتم توفير السلع، ونتكلم عن جوده ونتكلم عن اسعار مخفضه عن مثيلتها بالاسواق. خليني كمان اقول لحضراتكم انه وزاره التموين مع معارض أهلا رمضان بتفتتح منافذ المجمعات الاستهلاكية النهاردة في محافظات الوجه القبلي، وبيتم صرف السلع التموينية للناس اللي عندها بطاقات والدفعة السادسة كمان من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها. ده بيجي كمان مع توجيه الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمديريات التموين بأنه يتم نشر معارض أهلا رمضان في المراكز والنجوع والقرى، وده كمان مع المنافذ المتنقلة وجمعيتي بكل الأماكن اللي بتبتعد بالفعل عن المجمعات الاستهلاكية علشان الناس تقدر أنها توفي احتياجاتها وتشتري اللي هي عايزاه من خلال معارض أهلا رمضان. التخفيضات اللي هتكون في المعرض هتوصل ل 30%. الوزارة الحقيقة حريصة على مسألة توافر السلع لأنه ده اللي بينعكس على الأسعار، تكون موجودة بشكل كبير، تكون موجودة بجودة كبيرة علشان نخفف عن الناس، وإحنا داخلين على شهر كريم خلاص بنتكلم على يمكن 32 يوم. كل سنة وحضراتكم بخير، وده بالتأكيد تنفيذ لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسألة توفير كل يعني المنتجات الغذائية طول الوقت، وإن يكون عندنا مخزون استراتيجي آمن من كافة السلع الأساسية. الحقيقة أنه إحنا إن شاء الله داخلين على رمضان، احنا يعني كمصريين نحب اللمه ونحب لمه رمضان ونحب لمه العيله في رمضان، وابتدت الناس من دلوقتي تتكلم على العزومات وايه اللي هيحصل، لكن الحقيقه انه الازمه الاقتصاديه العالميه ما بقتش سايبه الرفاهيه اللي احنا متعودين عليها في مساله العزومات بكل المستويات. يعني كانت الاسر بتعزم بعض وتتلم، والحقيقه انه انا بس عايزه اقول لحضراتكم مش ما نعملش عزومات، نعمل، لكن الفكره
وده كلامي هنا لستات البيوت، في الاقتصاد، في الانواع اللي موجوده على السفره، لانه ما فيش بيت واحد يستحمل دلوقتي الموائد الكبيره اللي بنعملها. ومش بس كده، القيمه الحقيقه في لمتنا مع بعض، القيمه في انه الاحفاد يتقابلوا والاطفال يتبسطوا بلمه رمضان، القيمه مش في اكله العيله، القيمه في لمه العيله. لازم واحنا داخلين ان شاء الله الشهر الكريم نكون عندنا شويه احساس بالراجل اللي يعني بيشتغل، وبالتاكيد في بيوت كثيره ستات كمان بتشتغل وبتساعد في مصاريف البيت. لازم نكون اقتصاديين شويه، لانه اللي جاي ما هوش سهل على العالم كله مش بس مصر. ان شاء الله في هذا الشهر الكريم كمان كل اللي يقدر انه يعمل هذه الموائد الكبيره، اعتقد انه هيكسب كتير جدا 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 ثواب وتكافل اجتماعي. لو هذه الموائد اتوزعت على بيوت كتير ممكن بسبب الازمه الاقتصاديه تكون موائدهم فارغه في رمضان. يعني هذا نوع من التكافل الاجتماعي، وان احنا نساعد بعض هيفرحنا اكتر وهيحسسنا بالشهر الكريم اكتر. يعني لو كلنا نحط ده في اعتباراتنا واحنا داخلين شهر رمضان، زي ما احنا طول الوقت بنتكلم عن دور الدوله في انها تدعم المنتجات الغذائية، توفر هذه المنتجات الغذائية بجودة بأسعار مقبولة بالنسبة للناس، احنا كمان كأفراد سلوكنا الاستهلاكي لازم يتغير، لأنه العالم كله حوالينا بيتغير. الأزمة الاقتصادية العالمية ما سابتش حد، ما سابتش دولة ما أثرتش عليها. وأعتقد حضراتكم بتتابعوا الأخبار في كل الأماكن، الدول الأوروبية والعواصم الأوروبية عندها أزمات غذاء وطاقة زيها زي أي دولة تانية. فإحنا مش بعيد عن هذه الأزمة، فلو سلوكنا الاستهلاكي يتغير شوية بالتأكيد هيكون عامل مساعد مع كل ما تقوم به الدولة لاستيعاب هذه الأزمة الاقتصادية. كل سنة وحضراتكم طيبين، إن شاء الله شهر كريم علينا جميعا. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعد كده نكمل حلقتنا. اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اتكلم مع حضراتكم عن كشف لجريده جلوبال بترول برايس، وبنتكلم عن انه ترتيب الدول بالنسبه لاسعار البنزين على مستوى العالم. حانه مصر جت في المركز السابع كارخص سابع دوله في مساله اسعار بيع البنزين بمتوسط سعر اللتر حوالي، بنتكلم في ثلث دولار يعني 351 سنت امريكي تقريبا. جه في المركز الاول دوله فنزويلا، وده هي كانت الدولة الأولى في ترتيب أرخص دول العالم في بيع البنزين وفقا لترتيب جلوبال بترول برايس. وبعد كده جت ليبيا، إيران، أنجولا، الجزائر، الكويت، وبعدهم مصر. التقرير كمان أضاف أنه السعر المتوسط للبنزين عالميا سجل تقريبا دولار و30 سنت للتر، يعني بنتكلم 37 جنيه حتى 40 جنيه. وضحوا كمان انه في فروق ملحوظه ما بين الدول في اسعار البترول. دلوقتي معانا على الهاتف لتوضيح هذا الخبر المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئه البترول السابق. مساء الخير على حضرتك يا باشمهندس. ومساله استقرار اسعار الطاقه في مصر مع الازمه الاقتصاديه العالميه ومدى ايجابيه هذا على وضعنا الاقتصادي. اهلا بيك يا استاذ هدير. اهلا بحضرتك. طبعا متوسط الاسعار العالميه للبنزين ارتفعت بشكل كبير جدا في كل انحاء العالم خصوصا بعد الازمه الاوكرانيه الروسيه، وارتفعت طبعا مع ارتفاع اسعار خام برنت العالمي اللي هو مقياس الخام اللي بيتم تكرير البنزين من خلاله. وجميع دول العالم بما فيها السعوديه، السعودية لسه رفع أسعار البنزين حوالي 19% مؤخرا. جميع الدول العربية تقريبا فيما عدا ليبيا أسعارهم مرتفعة جدا إذا ما قورن بمصر. حتى أن الأردن أسعارها النهاردة دولار 65 سنت، يعني في تقريبا في حدود أكثر من 50 جنيه لتر البنزين. إنما مصر طبعا مصر متأثرة جدا، لأن مصر بتستورد جزء من البنزين والسولار. مصر كمان عندها بتشتري خام من الشريك الاجنبي بالاسعار العالميه. الدول اللي حضرتك اشرت اليهم، الدول اللي هم السته الاقل اسعارا من مصر، هم عندهم انتاج ضخم جدا من الخام. الخام كله ملكهم غير مشترى، مش مشترى لحد.
هي العوامل يا باشمهندس اللي بتحدد الاسعار، هل هو مساله بس الانتاج او في عوامل اخرى تؤثر على يعني سعر البنزين داخل هذه الدول؟ لا، احنا لو قسنا سعر البنزين اللي هو من خلال من سعر الخام اللي هو الريفرنس بتاعه، طبعا هيصل الى حوالي ما بين 60 سنت تقريبا. فطبعا 60 سنت مصر بتبيع بحوالي من البنزين 95 هو ب 35 سنت النهارده. عشان كده تلاقي ان مصر اسعارها متدنيه جدا من نفس العالم. انما لازم نلاحظ مثلا انجلترا النهارده، انجلترا اسعارها النهارده 2 دولار و4 سنت، يعني اكثر من جنيه. استاذنك بس يا باشمهندس نكون في مكان ثابت عشان الصوت يكون واضح. بقول لحضرتك يعني اسعار انجلترا 70 جنيه لللتر، فعشان كده تجدي ان مصر من اقل الاسعار في جميع دول العالم. انعكاس ده طبعا مصر بتتحمل دعم كبير جدا في سبيل البيع اسعار ثابته تقريبا. النهارده حجم تحمله في انتاج البنزين والبيع تلك الاسعار المنخفضه طبعا الدعم زاد بشكل كبير جدا، وهيصل لاكثر من كدعم من منتجات البتروليه كجلوبال يعني اكثر من 80 مليار جنيه سنويا. وانعكاسات ما يحدث عالميا يا فندم من ازمه اقتصاديه عالميه والحرب الروسيه الاوكرانيه على ارتفاع اسعار النفط والطاقه عالميا. اثرت طبعا بالايجاب للدول المنتجه للنفط وخلافه، خصوصا ان انقطاع وحظر توريد منتجات البتروليه والنفط الروسي لدول اوروبا وفرض قيود على تصديره فرضت طبعا بالسلب ان هي اسعار النفط المتداوله عالميا ارتفعت بشكل كبير جدا في جميع دول العالم، وبالتالي اثرت على المستوردين واحنا منهم، اثرت علينا بالسلب بشكل كبير جدا، وطبعا اتأثرت اقتصادياتنا واقتصاد جميع الدول اللي بتستورد جزء من احتياجاتها من النفط والمنتجات البتروليه، اتأثرت سلبا جميع اقتصادات تلك الدول وخصوصا دول اوروبا هي اللي اتأثرت بشكل كبير جدا. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئه البترول السابق، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. بنتكلم مع حضرتكم عن مساله الطاقه وازمه الطاقه اللي موجوده في العالم اثر الحرب الروسيه الاوكرانيه، والحقيقه ان العواصم الاوروبيه من اكثر العواصم تاثرا بهذه الازمه الروسيه الاوكرانيه وازمه الطاقه التابعه لها. خليني اقول لحضراتكم انه سلطت شبكه زي جلوبال جريد الاوروبيه ضوء على مساله ازمه الطاقه في اوروبا ومساله ارتفاع الاسعار اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت، ويمكن على مدار الشهور اللي فاتت بنتابع ما يحدث في العواصم الاوروبيه اثر ارتفاع الاسعار. بنتكلم كمان عن صيف قادم، صيف حار، ازمه يعني في الطاقه، ازمه عالميه مستمره الحقيقه مع استمرار الحرب الروسيه الاوكرانيه. وتابعت الشبكة الأوروبية أنه مسألة الأزمة يعني مش هتحصل بشكل يعني متوقع بس في الشتاء خلال هذا العام، لكن كمان إحنا بنتكلم أنه ممكن ما نقدرش نتغلب على الحرارة اللي جاية في فصل الصيف، ويمكن إحنا شفنا الصيف اللي فات في عواصم أوروبية درجات حرارة عمرها ما كانت بتوصل لهذه الدرجات، مع مسألة بقى التغيرات المناخية وما يحدث في العالم إثر التغيرات المناخية. الحقيقه امبارح كان هناك اجتماع نظمته وكاله الطاقه الدوليه عبر الفيديو كونفرنس، حضروا 40 وزير ومسؤول، كانوا بيتكلموا عن مساله انه ازاي يتم ملء مخزونات اوروبا من الغاز خلال الفتره اللي جايه، وازاي يتم استيعاب تاثير ازمه الوقود على العالم وعلى العواصم الاوروبيه بشكل خاص. الازمه الحقيقه اثرت بشكل كبير على الحياه في بريطانيا وفرنسا والمانيا، ويمكن حضراتكم متابعين الاخبار عالميا وبتشوفوا الناس وهي بتتكلم عن اسعار الوقود، لو بنتكلم عن اسعار الغاز، والحقيقه انه يعني استخداماتهم كمان للوقود وللغاز، احنا مش بس بنتكلم على سيارات او لا، احنا بنتكلم على انه طول الوقت بيبقوا عايزينه علشان التدفئه وامور اخرى
كثيرة. خلينا نتكلم مع حضراتكم دلوقتي بشيء من التفصيل مع الكاتبة الصحفية أستاذة عزة الزفتاوي. مساء الخير على حضرتك يا فندم. ويعني آخر ما يحدث ويعني القرارات المتوقعة من هذا الاجتماع الخاص بوكالة الطاقة الدولية، حضور 40 وزير من خلال الفيديو كونفرنس، القرارات المتوقعة. ولو احنا هنا بنتكلم على وجه التحديد، لو هنبدأ من بريطانيا، القرارات المتوقعة لاحتواء هذه الأزمة. مساء الخير. يعني دعينا نتحدث عن انه بريطانيا جزء لا يتجزأ من الدول الغربية ودول العالم التي تعاني بالفعل من أزمة في الطاقة والوقود جراء التداعيات المتخلفة من الحرب الأوكرانية الروسية. ونحن على مدى عام تقريبا من اندلاع هذه الحرب، يعني تجني الحكومة البريطانية الآن محاولات تجري الحكومة البريطانية الآن محاولات لأن يتوفر لديها المخزون اللازم لاستمرار مخزونها من الطاقة والغاز، خاصة فيما يتعلق بهذه الفترة تحديدا. نحن نتحدث ما زلنا في فصل الشتاء في بريطانيا، ما زالت درجات الحرارة منخفضة، تعاني الكثير من الأسر البريطانية خاصة الأكثر ضعفا والأكثر فقرا من عدم قدرتها على سداد الفواتير. الفواتير الخاصة بالطاقة أستاذ عز. نعم، فواتير الطاقة والغاز. وأيضا بالتأكيد هذا أثر بالفعل على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولها تداعيات كبيرة أيضا على كيفية يعني توفير الأموال لسداد هذه الفواتير. المشكلة الآن أنه بريطانيا مقدمة على الموازنة الجديدة أو الميزانية الجديدة لهذا العام في شهر أبريل القادم. من المتوقع أنه وزير المالية البريطاني جيرمي هانت يقدم الميزانية الجديدة، وهناك الآن حديث عن أنه الحكومة البريطانية رفضت الدعوات لمنع الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة المحلية. نحن نعلم أنه منذ شهر أكتوبر الماضي كانت الحكومة البريطانية قد وضعت سقفا حد أقصى لارتفاع فواتير الطاقة لمساعدة الأسر البريطانية. هذا السقف يصل إلى 2500 من الجنيهات الاسترلينية. الآن الحكومة البريطانية سوف تتوقف عن تقديم هذا الدعم للأسر، وربما ترفعه من 2500 إلى 3000 جنيه استرليني. وبالتالي هذا يعني أنه التكاليف سوف ترتفع نحو 40% خلال شهر أبريل القادم لملايين البريطانيين، وأيضا للشركات البريطانية الموجودة على أراضي المملكة المتحدة التي هي بالفعل تعاني من تعثر شديد في توفير المورد الرئيسي للطاقة وللغاز. صحيح. طيب يمكن يتحدث ريشي سوناك عن احتواء للأزمة، مطالب العاملين، وقبل كده كنا شايفين مظاهرات في قطاعات عدة. هل هناك إجراءات ما سيتخذها ريشي سوناك لاحتواء هذه الأزمات؟ يعني رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتعامل بشكل صارم، يعني هو ينتهج مسارا محددا واضح في المطالب التي تتركز في ضرورة رفع الرواتب وزيادة الأجور. وشاهدنا الإضرابات خلال شهر ديسمبر ويناير، وأيضا من المتوقع أن تكون هناك المزيد من الإضرابات مع نهاية شهر فبراير وأوائل شهر مارس. هو يرى أنه ضرورة القضاء أولا على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له. صحيح. هو حاليا حوالي 10% منذ أكثر من 40 عاما لم يصل إلى هذا المستوى. يرى أنه لو استجاب لمثل هذه الطلبات سيعود بالسلب على مسألة التضخم. نعم. صحيح. وبالتالي هو يريد أن يعالج التضخم أولا، وعندما يتم معالجة التضخم من وجهة نظري فهذا يعني أن الأجور سوف ترتفع بشكل تدريجي. ولكن القضية الآن أنه الأسر التي تعاني بالفعل من هذا المستوى المرتفع من أسعار الطاقة وأيضا الغاز والكهرباء، هناك الكثير من الأسر البريطانية التي لا تستطيع أن تقدم دعما وتقدم يعني حلول لهذه المشكلة. وتفاجأ التقارير الآن منذ يومين أنه الحكومة البريطانية الآن يعني هناك انتقادات شديدة أنه ديون فواتير الطاقة بتعطب بالشركات. صحيح. البريطانية. وأيضا هناك الآن غضب شديد فيما يسمى بفواتير الغاز السياسي.
أرباح شركات الطاقة في بريطانيا أغضبت البريطانيين التي هذه الشركات التي استغلت بالفعل حاجة البريطانيين وعدم قدرتهم على السداد، وكانت هناك موارد شديدة في الارتفاع الأسعار تقدمها هذه الشركات. فواتير الطاقة المرتفعة عادت بأسعار وفواتير مسبقة الدفع أيضا. نعم، ولكن المخاوف الأسر والقطاعات الاقتصادية بسبب ارتفاع فواتير سداد هذه الغاز أو هذه الفواتير أثر سلبا بالفعل على الحركة في بريطانيا في نواحي كثيرة اقتصاديا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية عزة الزبتاوي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في التاسعة. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما متابعين. مسلسل بالتو الايام اللي فاتت الحقيقه منصه واتشت عرضت مسلسل كوميدي الناس كلها كانت بتتكلم عنه، ويمكن كمان اكثر الناس اللي تاثرت بيه هم كل اللي درس طب ودخل طب وبدا مشواره وازاي تم تكليفه وخد امتيازه فين ومساله بيتوزع فين. الحقيقه انه المسلسل في اطار كوميدي لكن بيناقش منظومه مهمه جدا واللي بيحصل فيها وحديث التخرج ازاي يعني بتكون معاناتهم بقى مع بداية التكليف وإيه اللي بيحصل لهم. السوشيال ميديا بتتكلم كتير عن المسلسل، والحقيقة إنه الفنان الشاب عصام عمر دكتور عاطف دي أول بطولة مطلقة ليه، والناس كلها بتتكلم عنه، بتتكلم عن موهبته الكبيرة الحقيقة اللي يمكن إحنا شفناه في أدوار تانية ما هياش كوميدية وكان قوي جدا جدا، لكن كمان اختياره للكوميديا اختيار لافت الحقيقة. انه منصه واتشت تختار انه نعمل عمل زي ده بيهتم بمساله المنظومه الصحيه واللي بيحصل جواها، انه كمان ما يبقاش اختياري لنجوم صف اول، ده مساله مهمه جدا، يقول انه لا في فرصه بنديها للمواهب ما دام المواهب دي تستحق انها تظهر بالشكل ده. خلينا دلوقتي ناخد معانا على التليفون بطل المسلسل عصام عمر. مساء الخير عليك والف الف مبروك يا دكتور عاطف الدور، ويعني مكسر الدنيا. مساء النور، ازيك يا استاذه هدير، اخبارك ايه؟ الحمد لله، الف مبروك المسلسل. وكواليس المسلسل كانت عامله ازاي؟ لانه الحقيقه انا حاسه ان انت خريج طب يعني. لا لا والله كانت الحمد لله، اولا يعني على شكرا على المداخله دي اولا، والحمد لله على ان الناس حابه المسلسل بالشكل ده بعد عرض 4 حلقات، واتمنى ان هم يحبوا المسلسل اكتر ويتعلقوا بيه اكتر في الحلقات الجايه كمان. تابعت الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الناس اللي دخلت الطب ازاي بتكتب عن المسلسل؟ والله على قد ما بقدر، انا الحقيقه بصور دلوقتي فبقعد اوقات كتير في التصوير، لكن في الوقت الفاضي بخش اتابع، وحقيقه يعني متفاجئ جدا، ما كنتش متوقع ده خالص، حب الناس للمسلسل كده يعني حاجه بسطاني جدا الحمد لله. اول بطوله ليك مطلقه، ما خفتش؟ الموضوع كان عامل ازاي؟ مسؤوليه كبيره برضو، والمنصات الحقيقه المنافسه عليها قويه. يعني خلينا نقول اول دور رئيسي، بلاش بطوله دي ما بحبهاش. ان شاء الله يعني ادوار رئيسيه ومزيد من الادوار الرئيسيه، والمهم ادائك في الدور الحقيقه واحساسك بالدور وانك مصدق الدور. يعني يمكن الموضوع موضوع طب والتكليف وبيروحوا فين والاماكن البعيده وازاي يعني الدكتور بيكون شايل مسؤوليه كبيره جدا جدا وهو لسه صغير. طبعا حاجه انا بحب يعني طول الوقت كده الحاجات اللي شبه كده واللي يعني بتهم كتير من الشباب اللي في سني والاصغر مني والاكبر مني، بحس ان انا محتاج اعملها، بس مش محتاج اعملها عشان خاطر امثل وخلاص، محتاج اعملها عشان خاطر يعني اقول للشباب ان في ناس يعني في حد حاسس بيكم وحاسس بتفاصيلكم، مش فكره كوميديا بس، حاسس بتعبكم وحاسس بالمجهود اللي انتم بتعملوه، وان هم ما يقولوش اي دكتور لسه صغير او كبير، اعتقد من اهم الناس في المجتمع. ف يعني اتبسطت جدا لما الدور جالي، واتبسطت ان انا عملته بالطريقه دي، واتمنى ان هم يكونوا شافوا نفسهم فيا وحسوا بجد ان انا يعني ان شاء الله خلال الحلقات الجايه كمان الضوء هيبقى اكتر على اللي هم بيتعرضوا له اكتر وازاي هم بيحسوا بيه. اتمنى ان انا اكون نجحت في ده يعني بشكل او باخر الحمد لله. تناول القضايا دي بشكل كوميدي، الكوميديا مش سهله، وانك تتناول قضيه وفي نفس الوقت تضحك الناس ده مش اسهل حاجه الصراحه.
طبعا طبعا، دي من اصعب الطرق اللي انت تقدمي الموضوع بشكل كوميدي، لان انت فاهمه يعني في العادي ممكن اي دور ممكن تعمليه حتى لو شويه تركيز هيطلع تمام، هيطلع كويس، بس الكوميديا ان انت تضحكي الناس ده كان شيء صعب، خصوصا ان انا كمان اخر سنتين او ثلاثه الادوار اللي كنت بعملها كلها ممكن كان فيها حاجه فيها لايت خفيف بس مش كوميديا صرف، كانت ادوار مختلفه تماما يعني. فالمره دي كان الموضوع فيه ريسك شويه، بما انا عارف يعني ان انا كنت بادئ كوميدي في المسرح اصلا، بس فكره ان انت تقدمي للناس في مسلسل على منصه مهمه شبه واتش إت، الناس مستنيه اعمالها جديده، لان اعمالها اللي فاتت نجحت بالتفاوت يعني، بس نجحت بشكل والناس مستنيه هينزلوا جديد، فان انت تقدمي لهم حاجه بشكل كوميدي بشاب جديد مش كل الناس عارفاه او اللي عارفينه قليلين او عارفينه حتى الناس اللي عارفاه بشكل مش كوميدي. بس الحقيقه يا عصام ان كل الناس اللي كانت بتتفرج عليك، ويمكن ده ظهر بعد مسلسل بالتو، كل الاراء كانت بتقول انه ده مشروع نجم. ربنا يخليك، متشكر جدا يا دير والله، دي حاجه يعني انا حاجه سعيد بيها، واتمنى ان انا اكون كده فعلا، مش مجرد كلام والله، اتمنى ان اكون فعلا قد ده، وهشتغل طول الوقت، انا بحب التمثيل، وبحب شغلانتي، مش عايز منها حاجه غير ان انا افضل اعملها، فاتمنى ان انا افضل اعمل ادوار كده الناس تحبها وتشوف نفسها فيها، سواء كوميدي او مش كوميدي، لان انا بحب الاختلاف طول الوقت، افضل اغير كده في جلدي، وبحس ان هو ده التمثيل يعني، ده متعتي الشخصيه كمان، وان هم يفضلوا يعني يشوفوا نفسهم فيا، دي اكتر الكومنتس اللي بتيجي، ان هم الناس حاسه ان انا منهم، فانا نفسي ابقى منهم على طول يعني، مش عايز ابقى منفصل عن الناس، لان انا بحب الناس هنا يعني، انا بحب الناس اللي انا منها يعني، ان انا بنتمي لهم يعني. طب عايزه اسالك يا عصام، قريت الكتاب، انا عارفه انه المسلسل معمول عن كتاب بالتو فالينا وتاب، قريت الكتاب طبعا، اكتر حاجه كنت قلقان منها ايه قبل بالتو؟ بصي انا قريت الكتاب طبعا، اول ما اتعرض عليا على السكريبت المسلسل نفسه، قبل ما اروح اقعد حتى نتكلم، قريت الكتاب عايز افهم انا ايه اللي داخل عليه وهقدر اعمله ولا لا، لان مش عيب ان انا في حاجات ما اقدرش اعملها يعني، مش عيب ان الممثل يقول ان انا ده ممكن ما اعرفش اعمله، ممكن حد صديقي يعمله احسن، حد ممثل تاني حتى لو مش صديقي يعمله احسن يبقى قالي عليه، فقريت الكتاب عشان افهم انا داخل على ايه، ولما قريته دكتور احمد عاطف يعني دمه خفيف بدرجه يعني كوميدي كده بالفطره كده، انت مش متخيله المواقف اللي في الكتاب كانت عامله ازاي من جمالها، واللي ضحكت لوحدها، ولما تيجي تقري السكريبت نفس الحكايه، كاتب المواقف جميله جدا باختلافاتها بكل حاجه، تحس ان انت بتضحكي وانت بتقري لوحدها، فكان برضو ريسك كبير ان انت تاخدي اصلا حاجه كوميديه، سواء كتاب محقق نسب نشر كبيره جدا، او تاخدي سكريبت حلو دمه خفيف وتشتغلي عليه، تقولي لنفسك انت هتعملي فيه ايه؟ انت لازم تبقي على قد بساطته وعلى قد دمه الخفيف عشان الناس توصل له بشكل او باخر، فالحمد لله يعني ربنا كرم والله، هو مش حاجه والله يا دير، هو ربنا كرم بس مش اكتر من كده، اي حد كان هيبقى حلو ان شاء الله وهو بيعمل المسلسل ده. لكن بالتاكيد مجهودكم واضح وواصل للناس. عايز اسالك عن اصعب مشهد بالنسبه لك لحد دلوقتي صورته، اكتر مشهد يعني كنت بتقع من الضحك والمشهد بيبوظ وبتعيده فيه، كان مشهد ايه؟ بصي انا ما كنتش بقع من الضحك وانا شغال بصراحه، لان ما كنتش منفصل تماما عن ان انا عصام بقى، انا كنت بحاول اكون عاطف حتى في ان اخد الحاجات باستغراب اكتر ما اخدها، عشان عاطف انت عارفه متفاجئ طول الوقت، هو طول الوقت بيقابل حاجات مفاجاه، ما الحقيقه بيقابل حاجات مختلفه خالص، هو جاي من مجتمع مختلف، راح الريف ويعني لازم بقى يبتدي ان هو يدخل وسط الناس هناك ويتعامل معاهم ومع المرضى، لازم يدخلوا يتعامل ويبقى وسطهم، وفي نفس الوقت ما يقابل الحاجات ازاي هيبدا عاطف، بدا الاول مش طايق المكان عشان خاطر نفسه يقعد جنب ابوهم ويقعد جنب اصحابه، وازاي بعد كده بدا يستغرب من الاختلافات، وازاي يتقبل الاختلاف، وازاي كل الحاجات دي خلال الحلقات هتبان للجمهور اكتر، ان احنا جمال كلنا بس باختلافاتنا، ان احنا نقبل اختلافاتنا كلها يعني. ومن اصعب المشاهد بصراحه كان مشهد الولاده، اللي هو كان في الحلقه اللي فاتت يعني، الحلقه الثالثه، كان مشهد صعب جدا جدا، قعدنا فيه وقت طويل جدا، وكنا بنضحك بصراحه، وكنا بنتكعبل، وكنا متوترين عشان نعمل مشهد دمه خفيف لوحده من غير حاجه، فالحمد لله الناس حبته يعني.
حانوا نجاح كبير والناس كلها بتتناقل الكلام عن المسلسل، واللي ما شافش بالطو بيتكلم يقول الناس لا لازم تشوفوا بالطو، الموضوع مختلف، النقاش مختلف، الحاله اللي في المسلسل حلوه جدا، النجاح، الشباب، الفرص ان احنا نطلع وجوه جديده، ان يكون في صف تاني بهذا القدر من الموهبه. الحقيقه يعني انجاز كبير وعمل يستحق التقدير والمشاهده. عصام انا ببارك لك ان شاء الله كمان الحلقات اللي جايه الناس تستمتع بيها اكتر، واللي لسه ما ابتداش يشوف المسلسل يبتدي يشوف المسلسل، وربنا يعينك يا دكتور عاطف على اللي جاي. ربنا يخليك، انا متشكر جدا على المداخله دي، ويعني حابب اشكر يعني ان انا ده مش مجهودي، ده مجهود استاذ عمر المهندس ومجهود دكتور احمد عاطف واستاذ شريف جلال مدير التصوير واستاذ نير دهشوري الستايل، حابب اشكرهم ومحمد حلمي المنتج المنفذ ووتشت نفسها ان هم ادوني الفرصه دي، وفعلا ده صحيح. مش مجرد شكر وبس، لا دي حاجه حقيقيه من قلبي، لازم في اي مداخله عايز اقولها وفي اي حاجه لازم اقولها عشان ده حق الناس، يعني مش فكره انا ما عملتش حاجه، انا مجرد انا بس اللي متصدر، لكن هم النجاح نجاحهم هم يعني. لا هو شيء مشرف الحقيقة أنه إحنا نسلط الضوء أكتر على المواهب اللي موجودة في الأجيال اللي جاية، ده شيء مهم جدا لأنه بلدنا مليانة كوادر فنية كبيرة جدا جدا في كل المجالات. فالحقيقة أن الواحد سعيد جدا بهذا العمل، وببارك لك عصام عمر ليك ولكل الكرو، إن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق وتوصلوا لقلوب الناس أكتر وأكتر. متشكر جدا المداخلة دي، بشكرك جدا 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 يا استاذ غدير. شكرا جزيلا. طيب خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي نشوف مشاهد من مسلسل بالطو، وبعد كده نرجع نكمل الكلام مع حضراتكم. خشوا على السرير. كشف ولا موظف؟ كشف. خير يا استاذ؟ الف سلام. الواد يا دكتور تعبان طول اليوم، معرفش عنده ايه، والناس خوفوني قالوا لي لازم تروحي للدكتور احسن يكون عنده انيميا فول. هو تعب بعد ما اكل فول على طول؟ على طول. طيب ما تقلقيش، بسيطة إن شاء الله. تعالى يا حبيبي. إيه يا دكتور؟ ثانية واحدة يا ماما. إيه يا دكتور؟ ثانية واحدة، في حاجة وجع هنا يا حبيبي؟ لا يا دكتور. يا ستي ثانية واحدة، يا ستي ثانية واحدة، لسه بحط إيدي. في وجع هنا يا حبيبي؟ لا. طب يا شريخم زي ماما بقى، في وجع ما تقول. إيه يا دكتور؟ والله ما فيش يفتح حاجة. يفتح بقك، طب يفتح بقك. طب ما كويس أهو، ولا أنيميا فول ولا نازلة معايا ولا حاجة. ما هو مش الواد ده اللي تعبان. أمال مين؟ الواد ده. الواد ده؟ ايوه. انت اكلت الواد ده فول؟ ايوه يا دكتور اكلت الفول. الواد اللي عنده اسبوعين ده اكل فول؟ ايوه يا دكتور. هو في حاجه؟ والله يدي. لا مفيش. اكلتي فول ولا فول وطعميه وشباسي و... لا فول بس. فول بس؟ ها؟ ايوه. خفيف. دلوقتي معانا على التليفون المؤلف الدكتور احمد عاطف، مساء الخير عليك. ومساله انك دكتور ده خلاك تكتب العمل ده، وعايزه كمان يعني ابارك لك على المسلسل، الحقيقه محقق نجاح كبير جدا جدا، الناس كلها على السوشيال ميديا بتتكلم عن بالطو وخصوصا المجتمع الطبي. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. اهلا بحضرتك الاول، مبسوط جدا انا معاكي. يعني احنا متشرفين بيكم الحقيقه، والعمل يعني عامل نجاح كبير جدا وسط كل الناس، ومساله الكتاب الكوميديه وانك تحول كتاب كتبته اوريدي لسيناريو، دي اول تجربه ليك صحيح؟ اول تجربه دراميه. اول تجربه كسيناريو حوار طبعا ليا في الدراما. قبل كده كنت بكتب كتب ساخره وبكتب على السوشيال ميديا، وانا اصلا كده كده من زمان من صغري يعني كنت بكتب قصص وحاجات والموضوع قل بقى لما دخلت طب والمذاكره والكلام ده كله، وابتديت ارجع تاني بقى لما ايه خلصت الكليه. طب الكتاب شبه اللي انت عديت بيه في حياتك او زودت حاجات من خيالك؟ الكتاب ده تعتبر يومياتي في الوحده الصحيه. انا اول ما اتخرجت بقيت مدير على طول، فمش عارف اي حاجه في اي حاجه. زي دكتور عاطف يعني، انت عشان كده سميت عصام عمر دكتور عاطف. ايوه انا يعني احنا حتى ما بيننا وبين بعض اصحاب احمد عاطف دي زمايلي كلهم بيقولوا يا عاطف، لان انت عارفه احمد ده اسمه منتشر جدا فعلى طول عاطف. فعشان كده انا سميت عصام عمر عاطف، لان ايه مش هيبقى احمد بقى، لان في مليون احمد في البلد يعني. فكانت شخصيه دكتور عاطف. ايوه بالظبط. طب انا عايز اعرف التحديات اللي قابلتك علشان تحول الكتاب لسيناريو واول تجربه دراميه، ودي نقطه مهمه جدا الحقيقه، انه واضح انه معظم الكروب بتاع العمل تجارب اولى ليهم واخدين يعني دي فرصه مهمه جدا جدا يعني. من اغرب الحاجات في العمل ده بالذات
ان هو انا اول مره اكتب سيناريو حوار. عمر مهندس اول تجربه اخراجيه ليه في الدراما. عصام عمر اول بطوله ليه. مريم الجندي اول بطوله ليها. فناس كتير كده اول حاجه ليهم يعني. لو هو يا دكتور احمد حضرتك بتقول انها حاجه غريبه، لكن الحقيقه انه المفروض ده اللي يكون بيحصل. المفروض انه ننتبه انه يكون عندنا. انا بقول حاجه غريبه ليه؟ انا بقول حاجه غريبه ليه؟ يعني صغير من المبدعين لازم يخرج للنور، خصوصا واذا كانوا فعلا موهوبين بالشكل اللي احنا شايفينه. بالظبط. ما هو ده لا يا جماعه، مش لازم هي الخبره مهمه وكل حاجه، بس لما الشغف بتاع الناس الموهوبه زي عصام عمر زي عمر المهر، الناس دي لما بتحب تعمل حاجه هي طاقه، كلهم طاقه، فطلعوا عايزين يثبتوا نفسهم يعملوا كل حاجه. مع مرور الوقت خبره كل حاجه. وكل الغريب ليه؟ ان الغريب يعني في ناس في مواهب شابه كتير طلعت بنفس الطريقه، بس ما كانوش كلهم كده، كلهم شباب وكلهم اول مره. فده ريسك اصلا لوتشت انها تعمل كده. عشان كده يعني انا حابب اشكرهم جدا انهم كانوا واثقين فينا كلنا وادولنا مساحتنا تماما. يعني ممكن برضو شركه تعمل كده، بس ما تديناش المساحه الكامله ان احنا نشتغل براحتنا ونعمل الحاجه اللي احنا عايزين نطلعها وكده، اللي هو ده لسه مبتدئين ما نسيبهمش لوحدهم. لا، هم سابونا لوحدنا تماما، وان احنا نعمل الحاجه اللي بنحبها بدماغنا. وده حاجه كبيره جدا، وده اعتقد من اهم الحاجات ان المشروع طلع بالشكل اللي احنا بنحبه. محدش غيرت في حاجة يا دكتور؟ غيرت في حاجة؟ اتفضل كمل. لا تمام خلاص كده زي الفل. كنت عايز اسألك، غيرت في حاجة من الكتاب للمسلسل؟ طبعا الكتاب يعني مش رواية بمعنى الحرفي. هو كان يعتبر زي مذكرات ليا او موضوعات منفصلة مفصلة، وبحكي ان انا اليوميات بتاعتي كمدير وقابلت ايه وحصل لي ايه ومش عارف ايه، لكن ما كانش فيها اللي هي ايه البداية والوسط والنهاية اللي هي بتاعت الدراما والحبكات الدرامية والحاجات دي كلها. فده طبعا عشان احولها لمسلسل طبعا اشتغلت عليها، ومش كل الكتاب موجود في المسلسل، ولا المسلسل هو الكتاب. يعني حتى اللي بيتفرج على المسلسل مش هيعرف المسلسل هينتهي ازاي، النهايه مختلفه يعني. بالظبط. ودي كانت فرصه ليا، انا من اكتر الحاجات اللي حمستني ان انا اعمل سيناريو وحوار، لاني انا الكتاب من 2016 تمام. فانا لما بقراه دلوقتي بحس ان هو ايه، لا الموضوع ده كان المفروض اتكلم عنه بطريقه ثانيه. كنت المفروض اتكلم عن حاجه انا ما اتكلمتش عليها، ازاي نسيتها في الكتاب ما كتبتهاش. فالسيناريو ومسلسل بلطو كانت فرصه ليا ان انا اقبل المشروع بتاعي بطريقه اللي هو اكتب بلطو فانيلا وتاب تاني، بس بطريقه تانيه اللي انا شايفها دلوقتي من وجهه نظري دلوقتي. فدي كانت فرصه حلوه قوي ليا، وابتدينا بقى نشتغل عليها بس يعني. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه ان المسلسل معبر عن طبقة كبيرة جدا جدا من الدكاترة اللي اهاليهم بيبقوا نفسهم يشوفوهم دكاترة من وهم صغيرين ويعيشوا التجربة دي، ويبتدوا بعد التخرج يشوفوا هم ازاي يقدروا يبقوا دكاترة وازاي يواجهوا المسؤولية الكبيرة دي، لكن بإطار كوميدي الحقيقة يعني شدد الناس بشكل كبير، والناس على مواقع التواصل الاجتماعي طول الوقت بتتكلم عن المسلسل. كل التوفيق والنجاح دكتور احمد عاطف مؤلف مسلسل بلطو، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. نروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع بعد كده نكمل حلقتنا، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. اتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن قضيه هامه جدا الحقيقه بتمسنا جميعا، وهي قضيه كريمي النسب، وهي واحدة من القضايا المجتمعية الهامة جدا. والحقيقة احنا شفنا تحرك من الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وشوط كبير جدا قطعته الدولة في مسألة احتواء ومواجهة هذه القضية بإجراءات رسمية واجتماعية مختلفة عما كان يحدث قبل كده. مؤخرا تم التوقيع ما بين وزارة التضامن الاجتماعي عقد لإسناد إدارة مشروع مركز الكفالة الوطني، مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال كريمي النسب، واللي بيتم بين وزارة التضامن ومؤسسة مصر للأطفال.
ماذا يقدم هذا المركز؟ ده اللي احنا نتكلم معاه دلوقتي مع ضيفنا استاذ مجدي حسن رئيس الاداره المركزيه للرعايه الاجتماعيه بوزاره التضامن. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. مركز الكفاله الجديد يقدم ايه؟ هذا المركز الوطني للكفاله ايه اللي هيتغير في مساله سلسله يعني قضيه الكفاله، وانه ازاي اسره تكفل طفل، وازاي يتم الاختيار للطفل كريمين نسب، وكمان في مواجهه ما يحدث اثناء اختيار الطفل، وبعد كده بنشوف احيانا كتير يتم ارجاع الطفل، وكل يعني العمليه من بدايتها لنهايتها. المركز هيغير ايه في ده؟ تمام. الاول انا بشكر حضراتكم في البدايه لاهتمامكم بهذا الموضوع، ولازم نشير في البدايه ان هناك رؤيه للدوله المصريه ووزاره التضامن الاجتماعي للاهتمام بمجال الاسر البديله الكافله ومفهوم كفاله الاطفال، وهناك تأكيد ومتابعة من فخامة الرئيس على تشجيع أهمية تشجيع منظومة الكفالة وأن الأسر تكفل الأطفال. المركز ده تم توقيع بروتوكوله منذ عدة أيام، يوم 9 فبراير الماضي تم توقيع البروتوكول ما بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة فيس مصر الأطفال في احتياج، وبالتنسيق مع وزارة الصحة. هيبقى المركز الأول في مصر. يهدف هذا المركز إلى توحيد المسارات الخاصة بالكفالة. طيب احنا عملنا ليه؟ احنا عندنا رؤية بتقول كدولة مصرية احنا لابد ان نتوجه نحو حاجة اسمها او مفهوم اسمه اللامأسسة. يعني ايه اللامأسسة؟ يعني الاولاد كريم النسب اللي زمان كان بيتقال عليهم المعصور عليهم، او الاطفال الايتام، او الاطفال فقيد الرعايه الاسريه اللي ابائهم وامهاتهم موجودين ولكن هناك ظروف ما حاله دون وجود او استمرارهم معهم. الاولاد دي كانت الاول بتمر بكذا خطوه. كانوا بعد العثور عليهم مثلا او الايتام بيخشوا مراكز الصحه، دور رعايه، كانوا بيخشوا مراكز الصحه لانهم فيهم عمر يوم وعمر يومين وكده. هو المركز في موضوع العمر ده هيشتغل من اي عمر ولحد عمر ما؟ اقول لحضرتك، فالولاد كانت بتخش مراكز الصحه، دول عددهم 29 مركز في مصر. يقعد هناك لغايه سن 3 شهور، ثم يتنقل الحضانات الايوائيه الخاضعه لاشراف وزاره التضامن الاجتماعي، ودول 42 حضانه ايوائيه. في الفتره دي بتيجي الاسر الراغبه في الكفاله بتسعى انها تكفل ابناء، فبتروح تعمل المشاهده هناك بعد ما تعمل اجراءاتها. طب لو ما جاتش اسر بعد 6 سنين الولاد دي بتخش مؤسسات رعايه اجتماعيه. نماذج كتيره ناجحه طلعت من مؤسسات الرعايه الاجتماعيه. ولكن وجود 20 و30 و40 واحيانا 100 طفل في مكان ما اعتقد انه مشكله كبيره. ده اللي دفع الدوله المصريه ووزاره التضامن الاجتماعي انها تشتغل على الملف ده. فكان التوجه نحو فكره اللامأسسة، يعني نشجع نظام اسري ونظام شبه اسري. النظام الاسري اللي هو الاسر البديله الكافله، واحنا عندنا في مصر 14,000 اسره تكفل ابناء، وعندنا 14,500 طفل مكفول. وده نجاح لان مكفولين داخل الاسر ولا مكفولين داخل الأسر؟ دور الرعايه. لا، داخل الاسر يا فندم. وبالتالي المجهود اللي حضرتك اشرتي ليه في المقدمه ان هناك اهتمام الدوله المصريه في الفتره الاخيره وفي السنوات القليله الماضيه لغايه واحنا قاعدين وانا قاعد مع حضرتك النهارده بيقول إن إزاي إحنا ابتدينا نقلل عدد المؤسسات، وابتدينا نقلل عدد الأطفال في المؤسسات فبقى عددهم أقل من 9,000، ونوصل بعدد الأسر ل 14,000 أسرة بتكفل 14,500 طفل، فهو نجاح للدولة المصرية. طيب مقارنة بإيه يا فندم؟ عايزين نتكلم من الرقم ده، الرقم كان كام قبل كده؟ لأنه إحنا كنا بنتكلم على إنه الإجراءات كانت برضو صعبة، واحنا مش عايزين نسهل الاجراءات، لا احنا عايزين بس الموضوع يكون ماشي في سيستم. ايوه. يخلي مساله احتضان طفل او كفاله طفل تروح لمن يستحقها من تمام. اسر، وفي نفس الوقت تضمن ليه حياه كريمه. بالظبط. طيب اول حاجه احنا كان عدد الاطفال في المؤسسات يزيد عن ال 10,000، يعني 10,000 ويوصل 10,500 طفل، نزلوا لاقل من 9,000، ده نمره واحد. العدد تضاعف في الاسر البديله الكافله لغايه ما وصلنا للرقم اللي احنا بنقوله. طيب شكرا لحضرتك وشكرا لكل المهتمين لفكره ان لازم ابقى حريص انا هسلم الطفل لاني اسره. بس انا عايز
الخطوة الأولانية في السؤال الأول بتاع حضرتك. أنا عملت المركز ليه عشان أوحد المسارات. فأنا شرحت لحضرتك إن إحنا عشان اللي عايز يقفل طفل يروح المركز ما يروح مكان واحد تاني. بدل ما إحنا في ناس بتسافر للمحافظات وفي ناس بتروح تبص في الصحة وناس تروح تعمل مشاهدة ورؤية في الحضانات الإوائية وناس تروح أسوان وناس تروح أسيوط وناس تروح بحري عشان يدوروا في ظل ان المنظومه نجحت جدا فبقى في ناس بتدور على اولاد فمش بنات فتيات فمش لاقيه فتقول لك انا لا انا عايز اكفل بنت فمش لاقيين فوصلنا ان احنا نجحنا جدا فعندنا قائمه انتظار ما يقرب من 800 اسره حاليا ترغب في كفاله ابناء ومنتظرين فده نجاح. منتظرين علشان ايه؟ علشان الاجراءات علشان يعني ما احنا عندنا اطفال محتاجين هذه الكفاله 800 اسره منتظرين ليه؟ منتظرين عشان في عايز بنات ومفيش بنات موجودة ده جزء في أولويات في ترتيب اللجان اللي هي جزئية شديدة الأهمية اللي حضرتك برضو أشرت إليها في سؤالك التاني اللي هي إحنا عندنا حاجة في مصر اسمها اللجان المحلية للرعاية البديلة في كل محافظة في مديرية التضامن في لجنة تتلقى طلبات الأسر تمام؟ عشان تاخد طلبات الأسر وفي لجنة عليا بتنظر لو في تظلمات من قرارات اللجنة المحلية حضرتك قلتي حاجة جميلة جدا لابد أن نسلم الأبناء بشكل فيه دقة وحرص جدا على مصلحتهم وعلى مستقبلهم عشان ما يرجعوا ليش تاني صحيح. فحطينا مجموعة من القواعد والشروط مرتبطة بتيسيرات يعني إحنا جمعنا ما بين إن في تسهيل وفي ضوابط حاكمة ما تديش فرصة لحد إنه يحصل إشكالية للطفل بعد كده ودي نقطة مهمة جدا أتكلم مع حضرتك فيها دكتور مجدي لكن خلينا أروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع بعد كده نكمل مع أستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية نرجع نكمل كلامنا عن الكفالة. اهلا بحضراتكم من جديد كنا بنتكلم عن مركز الكفاله الوطني وماذا يقدم هذا المركز في مساله الكفاله واحتضان الاطفال والفرق ما بين قبل وجود هذا المركز وبعد وجود هذا المركز ما يتم داخل المركز مستمرين في حديثنا مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور مجدي حسن حسين رئيس الاداره المركزيه للرعايه الاجتماعيه بوزاره التضامن اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم كنا بنتكلم عن دور المركز ماذا سيقدم المركز جديد في مساله كفاله الاطفال اشتراطات ما كانتش موجودة بقت موجودة اختبارات مثلا للأسر اللي هتستقبل الطفل كريمين نسب عشان نضمن ليه حياة كريمة طيب الأول اشتراطات احنا عملنا أكتر من حاجة كوزارة التضامن الاجتماعي في الفترة السابقة ويمكن لغاية امبارح والأسبوع الجاي في حاجات إضافية هتظهر الأول احنا بنعمل أول ما الأسرة بتقدم للطلب وبعد ما بتستوفي الإجراءات المبدئية في مجموعة شروط وإجراءات لازم تتعمل منها احنا بنعمل للأب والأم الراغبين في الكفالة اختبار نفسي اسمه اختبار الشخصية متعددة الأوجه وذلك لتقييم الأسرة الأب والأم وقدرتهم على كفالة الابن في مجموعة من التحريات بتتعمل في مجموعة في استمارة بديلة للبحث الاجتماعي هي بحث اجتماعي ولكن بشكل أكثر دقة وتوسع اسمها استمارة التقييم الشامل بقيم على أساسها الأسرة عندنا مجموعة عندنا توسع شوية فبدل ما كان الأول احنا زوج وزوجة بس اللي ممكن يكفلوا أبناء بقى ممكن سيدة مطلقة سيدة أرملة أنسة من سن 30 من حقها أنها تكفل الطفل طيب أنا عايزة أتوقف هنا يا دكتور حسن عشان دلوقتي معانا على التليفون دكتور مجدي تجربة مرت بده فمحتاجين نسمع منها أكتر دلوقتي معانا على التليفون أستاذة ياسمين الحبال مساء الخير أستاذة ياسمين ويعني اللي أنا فاهمه أن حضرتك بتكفلي طفلة من سنتين ونص تقريبا عايزة أعرف الموضوع ده بدأ إزاي والفكرة جات لك منين والحقيقة إنه إحنا يعني شفنا تجارب زي دي شبهها يعني حوالينا وشفنا تجارب حتى درامية لو حتى من قريب كنت تابعتي مسلسل منة شلبي ليه لا يمكن أكيد شفتي نفسك في هذا المسلسل عايزة أعرف تجربتك مع مسألة الاحتضان وإزاي أثر على حياتك مساء الخير يا غدير مساء الخير يا دكتور حاجبي أهلا بيك والضيفة أهلا بيك هو ده حقيقي أنا كفلت بنتي فعلا من سنتين ونص تقريبا كان عندها ثلاث شهور هي دلوقتي عندها ثلاث سنين الربع تقريبا والموضوع ابتدى معايا في الواقع من زمان قوي من زمان من وانا في المدرسة لما كنا بنروح رحلات لدور الأيتام وبعد ما خلصت المدرسة وكملت لوحدي في النشاط ده كحاجة أنا كنت حاسة
عشتها كنت طول الوقت حاسه ان الاطفال مكانها مش في الدار، ان التربيه في الدار دي فيها حاجه ناقصه، فيها حاجه غلط. ان الاطفال، ان انا عايزه لما اكبر واتجوز وكده عايزه اكفل طفل عندي في البيت مع اولادي اللي هخلفهم. مش يعني عمري ما فكرت ان انا لو ما خلفتش هكفل، انا كنت عايزه اكفل في الثلاث. ولما الدنيا مشيت وكبرت واتخرجت واشتغلت وحصل ان انا ما اتجوزتش قررت عايزه اكفل لوحدي. يعني مش هفضل مستنيه بقى خالص ان انا اتجوز يعني. طب ياسمين انا بس عايزه اسالك في حاجه، المجتمع حواليكي متقبل الموضوع ازاي من اول باباكي ومامتك واخواتك؟ و احنا برضو عندنا مشاكل في النظره المجتمعيه لمساله الاحتضان دي مش سهله. انت قابلتي ده ولا ما قابلتيهوش، ولا الموضوع اتغير وبقى احسن مثلا؟ الاثنين يعني، انا قابلت يعني الاثنين. انا رايي اصلا طول عمري المجتمع عنده مشكله ما يعملهاش هو، لكن انا عملتها هو ملوش دعوه بيا. انا ما بعملش حاجه غلط يبقى ما حدش يقدر يقول لي ما تعمليهاش. ده انت بتعملي احسن حاجه في الدنيا. بالظبط، وده مبدا في كل حياتي اصلا، فما بالك بقى في حاجه زي دي. اهلي كانوا رافضين الفكره، قالوا لي لا اوسع، بس يعني قالوا لي لا، واللي قال لي صعب، وقال لي انت سنجل مسؤوليه مسؤوليه لوحدك. وبابايا اكشولي قال لي ليه نتحمل مسؤوليه طفل مش ابننا. ده كانت النظره. بس بعد النقاشات بقى يعني انا كنت ماشيه اوريدي في خطوات الكفاله وفي الاجراءات، وانا عارفه ومقتنعه 100% ان هم فكرتهم غلط وانا عايزه اصلحها لهم. فكنا بنتناقش كتير قوي في الموضوع. طب وبعد حوالي سنتين ونص الفكره دي اتغيرت بنسبه قد ايه؟ لا مش سنتين ونص، احنا يوم ما غاليا دخلت البيت كله غلط خلاص، اللي هو ايه ده؟ هو ازاي كده؟ كله خلاص حس انها بنتنا، هي بنتي وانا 100% خلاص، مفيش حد هيقدر يقول لي انها مش بنتي. فخلاص كل محدش لما يجي لما تيجي تتخطبي تتجوزي هيقول لك لا انا مش متقبل الموضوع ده. ودي بتبقى ازمه كتيره للطفل اللي تم كفالته انه يرجع تاني. معلش ثانيه هسالك سؤال بجد، هي الام البيولوجيه لما بتطلق او تترمل ويجي حد يقول لها لا انا مش عايز ولادك بتعمل ايه؟ يا هترفض يا هتقبل، وده هيرجع ليها كشخص. انا كشخص لا يمكن هقبل ان انا يبقى عندي عيشه بعيده عن ولادي مكفولين او بيولوجيين. فهو ده وارد كده ووارد كده، هي مش مشكله اصلا، فاهمه؟ انا فخوره بيكي جدا يا ياسمين، وربنا يبارك لك في غاليا. شكرا جزيلا على وجودك معانا. التجربه الحقيقه شيء مهم جدا جدا، تجربه ناجحه والمجتمع متقبل الموضوع بشكل جميل جدا. انا سعيده الحقيقه ان انا بسمع ده. يعني حضرتك لما تقولي عندنا اسر مستنيه الكفاله، ايوه فاهم. ده يجي بقى لمساله الاجراءات اللي احنا كنا بنتكلم عنها، لانه عظيم جدا اللي الدوله بتقوم بيه في هذا المجال، لكن الحقيقه انه احنا برضو بنواجه ارث مجتمعي ما هوش سهل. كريمين نسب بيوصلوا بيكبروا وما بيبقاش حد عارف اصلا انهم كريمين نسب، بس نيجي عند الجواز وتلاقي الناس افكارها بتتغير. نيجي عند ممكن شغلانات ما يبقوا عايزين قيد عائلي، ما يلاقيش قيد عائلي ما ياخدش الشغلانه دي. تمام. هل في خطه ما لاستيعاب الكلام ده والتغيير؟ في رؤيه واضحه للموضوع ده، وفي خطه موضوعه، وفي جزء مهم جدا بمناسبه المداخله. احنا بنعمل تدريب، احنا اعتمدنا منهج موحد لتدريب كل رغيب الكفاله من الاب والام لمدة 4 أيام، بيتم تدريبهم على آلية التدريب وإزاي يتعاملوا مع الابن من ساعة بداية الكفالة وحتى استمرار العملية. ده الجزء. الجزء الثاني، اللجان المحلية واللجنة العليا للرعاية البديلة فيها ممثلين من كل الجهات لتيسير الأمور على الأسر، فيها ممثلين لوزارة العدل، وزارة الداخلية، ممثل تحديدا من الأحوال المدنية، النيابة العامة، وزارة الصحة، كل الجهات. ده جزء مهم جدا. ايضا عمليه المتابعه وضعت اليه للمتابعه بشكل مستمر عشان ما يحصلش اي اشكاليات او اساءات للابناء اثناء وجودهم داخل الاسر. مهمته انه يعرف هويته، احنا بناكد عليها من اول يوم للكفاله وفي التدريب عشان الطفل يبقى مؤهل من البدايه انه يعلم هويته بشكل واضح ويتقبلها والمجتمع يتقبلها، وبنسير في هذا الامر بنجاح. اوصل لنقطه مهمه جدا، ان احنا عندنا رؤيه واضحه سواء على المستوى التشريعي او على المستوى التنفيذي. حضرتك شفتي او النهارده احنا بنتقابل عشان مركز الكفاله الوطني. مركز الكفاله الوطني الساعه الاستيعابيه بتاعته هتبقى 200 طفل، هيتعمل فيه اعاده او تاهيل نفسي واجتماعي وطبي من خلال مركز الجزء او المركز الصحي اللي هيبقى موجود جوه المركز،
ودعم قانوني عشان استخرج الاوراق الثبوتيه. دي نقطه مهمه جدا. المحاور الاربعه النفسيه والاجتماعيه والصحيه والقانونيه هتبقى جوه المركز. صحيح. الولد هيقعد قد ايه فيه؟ ما احنا كده بنستبدل سنه بسنه مراكز الصحه والحضانات الايوائيه بهذا المركز. صحيح. في القاهره والجيزه والقليوبيه واسكندريه ثم مصر كلها. الولد من ساعه ما يخش او البنت لغايه لما يدخل من عمر كام؟ ايا كان من عمر يوم. احنا بنسعى يبقى من عمر يوم وحتى 6 سنوات. يقعد 3 شهور بحد اقصى. تكون اجراءات الكفاله اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده بما فيها التدريب الالزامي بما فيها التحري بما فيها الاختبار النفسي بكل الاجراءات تمت ثم يتم كفاله الطفل والرؤيه والمشاهده تتم. ده جزء. وعليه بنعول على دور الخاص بمركز الكفاله الوطني. بشكرك شكرا جزيلا الحقيقه انه الحديث يعني مستمر عن هذه المساله انها قضيه مجتمعيه غايه في الاهميه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ مجدي حسن حسين رئيس الاداره المركزيه للرعايه الاجتماعيه بوزاره التضامن. شكرا جزيلا على وجود حضرتك. شكرا معنا. لحضرتك. شكرا كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهارده. يا رب دايما اشوفكم على الف خير. We'll be right back.